لو الحكاية فيها إن فيتو، لو حضرتك هتقول كلمة لعدلي منصور تقول له إيه؟ يشغل الدور زي لكن ده عرش مصر، عرش كبير، مش اي حد نجحك شباب مصر لازم يكون قديم. عبد المنصور، السيسي، جمال عبد الناصر، السادات، حسن مبارك، الناس دي متفصل عليهم طول كرسي مصر، عرش مصر. مش اي حد، مكان غير المكان، مكان الوظيفيه غير المكان، كل واحد دي مكان، هو مكان السيسي بعدها يقدر ينزل. مش قادر اعبر في الفاظ ده كله جوايا. حضرتك تقول لي ايه لعدلي منصور؟ اقول له شكرا انت اللي انت قدمته لمصر. اقول له شكرا انت اللي انت قدمته للسنه اللي قعدت معانا فيها. شكرا على كده. اقول للرئيس اللي جاي احمد يعني حضرتك برضه جنبينا برضه ما تسيبناش. مستشار عدلي منصور ده يعني أدى الواجب اللي عليه على أكمل وجه، وكان مثال للنزاهة والإخلاق، وياريت يبقى رئيسنا القادم في السنين اللي جاية يكون بهذه المواصفات، وإن شاء الله نستبشر خير بالمشير إن شاء الله يبقى هو الرئيس بتاعنا، ونبقى المجموعة الجديدة دي تاخد مصر للخطوات الأمامية إن شاء الله. تقول ايه لعدلي منصور؟ لعدلي منصور يعني ما قولوش اكتر من كلمة شكر. ده واجب عليه مش جديد، يعني اللي هو راجل يعمل كده توقيت حرج زي اللي احنا كنا فيه. مش اكتر من كلمة شكر او يعني الف شكر للاستاذ الكبير لعدلي منصور. كان تأخيره الفترة اللي مسك فيها البلد كانت فترة صعبة، وربنا كان في العون يعني، والحمد لله رب العالمين. حسينا برضه إن في الفترة دي البلد مثلا بدأت تمشي كويس وبدأت تتحرك كويس، والحمد لله. وربنا يكرم بقى الرئيس الجديد يا رب إن شاء الله، يعني يكرمه بقى وإن شاء الله هيبقى مصر أحسن إن شاء الله. مصر يعني أمانة بتاعتنا